الكيمياء الحيوية دي ان مثلا هي بتجيب اساس كل حاجة بتحصل في الجسم. يعني لو كلنا لقمة عيش، لا ده هي بتشوف كل العمليات الحيوية والانزيمات والجينات اللي جسمي بيستخدمها عشان لقمة العيش دي تتحول لجلوكوز، وجسمي هيعمل ايه بالجلوكوز وكل ده. فحسيت ان انا حابة فكرة ان انا اجيب اصل كل حاجة، فبدأت ادور، بدأت يعني وانا شغالة في التغذية بدأت ادور، طب ليه يبقى بس التغذية ان احنا بنخس بس، او ان احنا حتى بنعالج بيها امراض بس؟ طب ما اكيد الكيميكال، ما هو الاكل ده حاجة بتدخل بقي وبتمشي في الدورة الدموية، فهي لازم اعمله زي الدواء. انا بحترم الدواء وبعمل له حساب عشان هو بس شكل غريب. طب ما الاكل كمان بيخش جسمي، في مثل بيقول يو ار وات يو ايت، انت ما تاكل. فلازم اتعامل مع الاكل كده. فبدات امسك كل حاجه في الاكل افصصها بقى، هي عباره يعني ايه المواد اللي فيها، ايه الكيميكال اللي فيها، طب هي تخش الجسم هيحصل ايه، طب الانسولين هيعمل ايه لما يشوف الماده دي، الكورتيزول هيعمل ايه، طب دي هتعمل ايه في الجين. فبدا كل ده يعني قعدت اذاكر فيه كتير قوي، فحسيت ان الموضوع بجد، وبدات اجربه مع البيشنتس معايا، لقيت ان بجد الموضوع بيفرق جدا. يعني الناس ما بقتش ان هي بس احنا بننزل في الوزن، لا انا صحتي بتتحسن، لو عندي مرض بيقل، لو عندي حساسيه بتقل، ببقى اقل عرضه للكانسر وامراض السكر.